السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. تعالوا بقى النهاردة جولة جديدة في سوق العبور، يلا نتعرف بقى، ندخل الفيديو ونتعرف على أسعار ونعرف أسعار الطماطم وصلت كام، والبصل الأبيض والأحمر والثوم الأبيض والأحمر برضو، والفواكه والبرتقال وكل حاجة. ان شاء الله النهاردة هناخد الجولة لسوق الخضار وسوق الفواكه، عشان النهاردة كمان نتعرف ايه الاسعار هناك، وناخد فكرة كمان اسعار البسلة والبتنجان والفلفل الروم والفلفل الالوان وكل حاجة. ان شاء الله هناخد مع بعض كده. يا رب النهاردة الجولة تعجبكم، وان شاء الله يا ريت لو عجبتكم اوعوا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم من بيت العيلة كل جديد ان شاء الله. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين يا رب العالمين، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. هندخل مع بعض الفيديو عشان نتجول كده مع بعض ونتعرف على الاسعار هناك عاملة ايه. يا جماعة ما شاء الله، هنا اسعار الفواكه يا جماعه والحاجه اهي. بصوا البرتقال، بصوا بره بيتباع بالشيء الفلاني هنا، بصوا ما شاء الله. هنا يا جماعه البرتقال ب 2 جنيه ونص، بصوا يعني كريهه التجار عندنا ولاد بيعملوا، شفتوا ازاي؟ شفتوا ما شاء الله. هنا الفواكه والبرتقال هنا واخد ايه، بصوا يا جماعه البرتقال اهو اهو ما شاء الله تبارك. طيب عندكم بكام؟ 3 جنيه اللي هو البرتقال ايه؟ الصيف. واللي هو بسره بكام؟ تمام، حلو والله. بكام؟ السلام عليكم. ده ب 8 اللي هو الكنتالوب. جميل، بصوا ما شاء الله حلو قوي. اللي هو ده ب 6 ونص، ده الصغير قوي، ده حلو قوي. جميل، بصوا دي ب 9 جنيه يا جماعه، بصوا شكلها. تمام، اللي هو ده بكام؟ ده بلدي 3 جنيه برضه. ب 3 جنيه؟ 2 ونص. ما شاء الله، بس شايفين يا جماعه ب 2 ونص، ب 2 ونص اهو. بص عايز عمال هرشه برضه، هاخد معاك. لا 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 لا، تمام. حاجات كبيره. العمال في الكوره. 9 6 6. ايوه كام؟ 2 9 2 9. 3 5 3 3. أيوة. اسمك ايه؟ الحاج محمد. الحاج محمد. رقم العنبر 62 عنبر 7 فاكهة. 62 62 عنبر 7 فاكهة. تمام، خلاص. اللي يجي لك بقى ان شاء الله تخفض لنا في الاسعار. تمام. اه يا جماعه بصوا ما شاء الله عندهم الحاجه كويسه جدا اهي، ما شاء الله. الفراوله في السوق يا جماعه انا لقيت اسعارها متفاوته، يعني في كان بيبيع ب 8، وفي بيبيع ب 6 جنيه ونص، وفي بيبيع بالسعر اللي احنا هنشوفه. سيبنا الحاج محمد ودخلنا كده على بتوع محمد بياعين بقى الفراوله. الفراوله كانت عندهم في ب 6 وفي ب 5 جنيه، بس فراوله حلوه جدا يعني. بص فراوله جميله جدا، وطبعا صبحه كده وشكلها حلو قوي وكبيره. في ب 5 وفي ب 6 ونص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ده قسم كده اسمه الفواكه. بنتمشى بقى كده في السوق، البياعين طبعا كتير جدا، ودوت السوق بتاع الفواكه يا جماعة. بعد كده هننتقل بعد ما نخلص سوق الفواكه، هنطلع بره برضو عشان في جزء تاني اللي هو جزء الخضار برضو، عشان نتعرف مع بعض على اسعار الثوم والبصل والفلفل بقى والبطاطس وكل حاجة ان شاء الله. بس كده هناخد بقى نشوف بقى اسعار الجوافه بقى والبرتقال. ما شاء الله البرتقال ب 5. انتوا ليه فاردينه كده؟ بتعبوه يعني؟ لا عشان ما يطراش. يعني انتوا بتفردوه عشان ما يطراش. تمام، يعني ب 5 جنيه الكيلو. حلو والله، جميل. حاجه هنا. طبعا. طب ما تقول لنا مكانك هنا، اسمك ايه؟ مكاني هنا محمد علي عطيم، تاني واحد.
201 صح؟ طب ما تدينا رقم التليفون. ماشي. كام؟ 0100. تمام. 25 633 633 12 تمام. ما شاء الله بصوا عندهم البرتقال بخمسة جنيه. العنبر يا جماعة رقم 6. بصوا البرتقالة ما شاء الله حلوة قوي عندك. والبرتقال عندك بكام؟ بكام البرتقال؟ البرتقال ده بثلاثة؟ بسرة ده؟ مش ده اللي بسرة؟ ده بكام؟ ده بثمانية. الفراولة دي بثمانية جنيه. بص على فكرة حلوة قوي. بثمانية بس كويسة برضه. بصوا الفراولة الجواه التفاح وده بصوا اهو. كده يا جماعه السوق هندخل بقى على سوق. احنا كده خلصنا سوق الفواكه, ندخل برضو على سوق الخضار. سوق الجواف هنروح اهو. بكام الجواف؟ الجوافه بكام؟ والفراوله اللي هنا دي الفراوله ب8. اهو بصوا ده ب4.5 يا جماعه. بص اللي هو الثوم اللحم ب4.5. يا لهوي بصوا ب4.5 يا جماعه الثوم. استنى يا ثواني, ده بكام الثوم ده؟ 7.5 و8. ده اللي هو مقصوص ما فيهوش الورق بتاعه الاخضر. تمام. 5 سم. ايه؟ باودر 5 سم. باودر 5 سم. ماشي. والاحمر؟ الاحمر اللي ورايا ده؟ اه. هو الاحمر اللي ورايا ب3.5. ب3.5؟ اه. شايفين؟ الاحمر اللي هناك ده ب3 جنيه. ب3 جنيه ونص ده يا جماعه. بص كبير اهو. وعندي ليمون. 13 جنيه. الليمون ب13؟ 13 جنيه. ماشي. الثوم غالي صح؟ الثوم غالي ب13. قصدي الليمون انا اللي اتلخبط ب13. اه ماشي. وده انت قلت ب3 جنيه. 3.5. واللي ورا اللي هو يعني صغير شويه صح؟ اه. واللحم والابيض عندك بكام؟ الابيض ب3.5. 3.25. الابيض ب3 وكام؟ ونص. 3.25 حاله خزين. تمام. بصوا ده عنده ب3 جنيه والله رخيص خالص. بصوا البص الثوميه حلوه واللي هناك ده ب3 جنيه. تمام. طب ما تقول لنا مكانك فين؟ عنبر 4 محل 76 المعلم احمد عثمان ابو حمزه. ثواني. قول لنا رقم التليفون. رقم التليفون عدل على التسجيل. لا 011-404-2493. تمام. انت قلت لي قول لي رقم العنبر تاني. عنبر 4 محل 76 المعلم احمد عثمان ابو حمزه. تمام يا معلم. كل سنه وانت طيبين. انت طيبين. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. تعالوا بقى هنا هنشوف المعلم رمضان, هنشوف عنده بقى الاسعار اللي هنا. الخضار والفواكه اهي عنده هنا الحاجات. البتنجان بكام؟ 8 جنيه. 8؟ ماشي. والفلفل؟ الفلفل ب10 جنيه. يبدا من 10 لحد 11. ماشي. هو الليمون فعلا غلي النهارده؟ الليمون بقى بكام؟ الليمون ب 11 ب 10 و 11 الليمون. الليمون يا جماعه النهارده غلي عن امبارح على فكره, بقى ب 10 و 11. بصوا ما شاء الله عندهم طبعا الحاجه ارخص من بره عن اذنك. في ليمون ب 13. وفي ليمون طبعا اللي هو الكبير ده ب 13. طبعا الفلفل انت قلت لي الفلفل بكام؟ ب 15. ب 15 بيبيعوه بره هم ب 25 ويقول لك هو جاي غالي. اه مش صح. بيقول لك جاي. يعني انت عندك ب 15 والرومي زيه ولا بيبقى ارخص؟ الرومي اقل منه 5 جنيه. اقل يعني الرومي ب 10. والبطاطس عندك بكام؟ 3.5. البطاطس؟ اه. معقوله البطاطس ب3.5؟ طب والله حلو. تحمير دي ولا ايه؟ شيبس وصوابه. جميله. بص ما شاء الله 3.5. شفت؟ عايز اوزن الثاني. اوزن الثاني دلوقتي. تمام. لا حلو قوي. الطماطم صح اخبارها ايه؟ الطماطم 150. يعني كده الكيلو يبقى يبيعوه على كام؟ يعني المفروض الكيلو كده يقف فيها ب 5 جنيه.
والله يا عم ده وصل 15. مش دي بقى. بص ما شاء الله طبعا اهي الطماطم يا جماعه. بصوا يعني ما شاء الله اهي طماطم جميله حلوه قوي. يعني هي كده اللي بتاع القفص دوت كام كيلو؟ ب 100 ل 150. من 130 ل 150. 130 ل 150. طب قول لنا مكانك كده فين؟ محل 70. محل رقم 70؟ عنبر 4. ادينا رقم التليفون طيب. 010 010 182 30 50 9 تمام. البصل قلت لنا بكام؟ من جنيه ونص. من جنيه لجنيه ونص. من جنيه لجنيه ونص؟ تمام ما شاء الله. بصل اللي هو الابيض صح؟ عندك الاحمر؟ الاحمر نفس الكلام. ثواني الكوسه بكام؟ الكوسه دي ب 6 جنيه. ب 6 جنيه. من 5 ل 6. من 5 ل 6. طب اديني انت اسمك ايه قلت؟ رمضان. رمضان قول لي رقمك كده يا رمضان. 011 011 41 41 62 62 96 96 32 32 ماشي يا رمضان. قول لي الرقم برضه بتاعي. طب قول لي الرقم. ماشي قول لي كام؟ 011 ماشي. 011 200 26 26 174 174. اسمك ايه؟ احمد مخلوف. احمد محروس يا جماعه اهو. احمد مخلوف. احمد مخلوف شايفين اهو. ب 130؟ 130 يعني فيها 20 كيلو صح؟ يعني الكيلو جمله اهو يا جماعه قطع ب 6 ونص اهو. الطماطم ب 130 جنيه يا جماعه. بصوا اهي يا جماعه بصوا. اربعة جنيه يا جماعه بصوا. كيلو اربعة جنيه كيلو. الحاجات اهي والثوم. تعالوا بقى نشوف الثوم الابيض هنا عامل كام كده. نشوف الثوم الابيض بكام اللي هو ده. بصوا طبعا نشوف الثوم هنا بكام الاول يا جماعه. ده بثلاثة ونص يا جماعة الأرض. بس ده حلو. بصوا الكبيرة يعني التومة الكبيرة اهي بصراحة حلوة. بصوا ما شاء الله اهي. البتنجان الرومي يا جماعة بخمسة ونص اهي. بصوا بخمسة جنيه ونص البتنجان الرومي شايفين. انما ال 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 التوم بثلاثة جنيه ونص. الالوان ده بكام قلت لي؟ ده ب 14 ونص. ده 15؟ الاحمر قصدك ولا اني؟ مع بعض الاثنين مع بعض. يعني دي انواع صح؟ على اذنك. اللي هو نوع ايه؟ نوع ايه؟ طب تعالوا وروني كده. قصدك على ده؟ ده 15 ونص. اللي هو ده؟ 16 ونص 15 ونص. ده صح؟ ده 15 ونص. تمام. جملة مش بطال. ماشي. والاصفر نفس الكلام؟ ده مع ده. ده جديد برضه. على كام ده؟ ده 17. 17 جنيه. تمام. والانواع اللي فوق دي برضو نفس الكلام. بس ايه الفرق يعني في النوع؟ ايه الفرق في النوع؟ بزرق جديد. خلاص ربنا يصلح الحال. شايفين بقى كده اهي. بصوا ما شاء الله طبعا الاسعار وزي ما انتم شفتوا كده الاسعار عندنا. بصوا ما شاء الله ال بكام بقى؟ 85. البصل عندك بكام؟ البصل بكام؟ بجنيه. الكيلو بجنيه. تمام حلو قوي. يعني البصل الاحمر بجنيه. بصوا يا جماعه البصل الاحمر بجنيه. بجنيه الكيلو ما شاء الله. شايفين ما شاء الله الكيلو بجنيه يا جماعه.
يعني اهو بصوا بقى، في بجنيه وفي بجنيه وربع يا جماعه برده، شايفين اهو. ايوه صح، ثواني يا جماعه عشان تعرفوا رقم العنبر هنا، رقم العنبر كام؟ عنبر 3. عنبر رقم 3 عنده البصل يا جماعه في بجنيه وبجنيه وربع كمان. قول لي الرقم التليفون. عنبر 3 011 29 30 40 36. اسمك ايه؟ محمد خليل. محمد خليل، تمام. البسله كمان يا جماعه في سوق العبور بقلت لي بكم؟ 7 جنيه 6 ونص النهارده يعني. ب 7 جنيه و6 ونص. ونص يعني معاك من 5 جنيه ل 7 جنيه. من 5 ل 7 جنيه. تمام. يعني ديت اهي بصوا بس دي كويسه يعني حلوه ما شاء الله، حلوه برضو اهي، جميله ما شاء الله. تمام، متشكرين. الفلفل يا جماعه ب 20 جنيه، بصوا ب 20 جنيه الفلفل. اذا كان الشخص دي ب 15 يا جماعه، بصوا دي ب 15 ودي ب 20 جنيه. دي البطاطس دي ب 4 الا ربع، حلوه برضه اهي، بصوا ب 4 الا ربع يا جماعه. ده ب 160 جنيه الكيلو، 160 قرش الكيلو صح؟ حلو تمام. والاحمر عندك؟ في احمر عندي. بكام الكيلو الاحمر؟ الاحمر ب 100 وربع. يا جماعه دوت ده بجنيه ولا بكام؟ بجنيه وربع. بجنيه وربع الاحمر اهو. والبتنجان الرومي بكام؟ البتنجان الرومي بكام؟ دي البصله، دي البصله دي يا جماعه ب 175 قرش، شايفين شكلها طبعا اهي. والبصل الثاني الاحمر، والاحمر بكام؟ والاحمر البصل الحمراء اهي بجنيه وربع. يلا البتنجان عامل بكام؟ ثمانية. والرومي ايه؟ خمسة. تمام. والفلفل تعالى حبيبي كده، الفلفل بكام؟ ب 12. عندك اللي هو الحراق ب 17. والكوسة ب 5. تمام. وزي ما انتم شايفين كده معايا الاسعار متفاوته، يعني مش كله بيبيع بسعر واحد، ممكن جنيه جنيه وربع، يعني مش بيغلوا كتير، يعني ممكن بايع عن بايع بيزود اللي هي الربع جنيه او النص جنيه، بس معظمهم الاسعار زي ما انتم شفتوها كده مع بعض. ويا رب النهارده تكون الجوله في سوق العبور عجبتكم، يا ريت لو عجبتكم اعملوا لي بقى لايكات كتير عشان ان شاء الله ابقى اروح ونصور برده هناك. التومه دي يا جماعه ب 3 جنيه، يعني التوم الابيض بصوا جميل ازاي وب 3 جنيه. وكده بقى كنا خلصنا وخدنا مشترياتنا وحاجتنا وماشيين خلاص، ومع السلامه وفي حفظ الله. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه وفي حفظ الله.